هلا الله فيكم. أكيد لاحظتوا أن العنوان تغير من قصص ألعاب مرعبة إلى قصص مرعبة، والسبب بسيط، قصص الألعاب المرعبة ما هي كثيرة اللي نلقاها. وللأمانة كنت مخطط أني أخلي السلسلة قصيرة 6 حلقات فقط أو 7 حلقات بالكثير، لكن انصدمت أو اندهشت من كيف أن أنتم تحمستوا كثير مع الحلقات والقصص المرعبة اللي عجبتكم. عشان كذا أساس تستمر السلسلة قررت أني أغيرها إلى قصص مرعبة، يعني من حين ورايح راح تكون في قصص عن أشياء مرعبة مو شرط ألعاب، وبهذه الطريقة راح يكون في مجال أكبر نجيب لكم قصص مرة تخوف وتحمس، وأيضا يكون في مجال أكبر أن تستمر السلسلة لوقت طويل لأن القصص المرعبة مليانة. فضروري جدا أنكم تعطوني رأيكم في الحلقة، وأيضا تكتبون بالتعليقات هل تبون السلسلة تستمر على هذا المنوال ولا لا. وكالعادة راح تكون القصص تخوف، فعشان كذا اللي يخاف لا يكمل الفيديو. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا باسم روبرت ذا دول أو روبرت الدمية. في نهاية عام 1800 انتقلت عائلة توماس أوتو إلى قصر في فلوريدا معروف الآن باسم The Artist House أو منزل الفنان أو الرسام. وهذه العائلة معروفة ولها سمعة بأنها صارمة في معاملتها مع الخدم وتعاملهم بكل سوء. وفي يوم من الأيام تم تعيين خادمة جديدة عشان تعتني في ولدهم روبرت، لكن الأم اكتشفت أنها تمارس السحر الأسود في الساحة الخلفية من القصر، عشان كذا طردتها. وقبل أن تمشي الخادمة أعطت روبرت دمية تشبه الإنسان وتملك شعر كثير يعتقد أنه شعر روبرت نفسه، وطولها تقريبا 1 متر محشوة بالقش. دمية بهالشكل ما كانت غريبة أو مرعبة في ذيك الفترة، لكن روبرت سماها على اسمه ودائما يلبسها ملابسه، وصار ياخذها معاه في رحلاته، حتى في وقت الأكل لها كرسي خاص. وبعدها بفترة اختار روبرت أنه يغير اسمه إلى جين، وقال لأمه أن اسم روبرت خاص بالدمية، وكانوا دائما يسمعون جين يتكلم وكان في معاهدة حقيقية مع روبرت، ويسمعون الردود بصوت خفيف أو ضعيف. وجين كان خايف جدا أن الخدم أو أمه يدخلون ويكتشفون أنه جالس بكل خوف في زاوية الغرفة، والدمية روبرت على الكرسي أو السرير تراقبه. الخدم بدوا يلاحظون أمور غريبة في الغرفة، أغراض متناثرة، ألعاب مشوهة، أصوات ضحكات. وإذا أحد سأل الولد كان دائما يقول روبرت ديدت أو روبرت سوى كذا أو روبرت هو الفاعل، لكنهم يعاقبونه. ومرت الأيام والموضوع بدأ يزيد، والخدم بدأ يطلعون من البيت بشكل متكرر ويضفون خدم جدد. أهله أخذوا قرار أنهم لازم يحطون حد للموضوع، وأخذ الدمية في صندوق وتركوها في المستودع لسنوات طويلة. توفي الأب ومرت السنين وكبر جين وورث القصر وتزوج، وقرر أنه يعيش في نفس قصر طفولته وأصبح رسام. كان القصر يمثل له إلهام كبير للرسم. وفي ليلة من الليالي راح المستودع ويشوف الدمية هناك، نفض الغبار عنها واستعاد ذكرياته معاها وتعلق فيها مرة ثانية، بالرغم أن زوجته ما كانت مرتاحة للموضوع، وصار يأخذها لأي مكان يروح له، حتى أنه كان يخليها على كرسي بجنبه في غرفة النوم. أعلى الغرفة في المنزل صارت مكان للدمية وملكها بعد ما والدة جين نقلتها للمستودع العلوي. بكل بطء زواجهم صار يفشل وصار بينهم مشاكل، وصاب الزوجة جنون وتوفت لأسباب مجهولة، ولحقها جين بعدها بفترة. مرت السنين والقصر أصبح مهجور، بدأت تطلع أخبار بأن الدمية كانت تهاجم ناس وأحيانا تحبسهم في المستودع العلوي. كثير كان يدعي أنه يسمع ضحكات شيطانية من الدور العلوي للقصر، وظلت الدمية في القصر لفترة إلى أن اشترت القصر عائلة جديدة ورجع الدمية للمستودع. هذه المرة صارت أخطر من السابق، بدأوا يشوفونها في أماكن كثيرة في القصر. وفي أحد الليالي حصل الدمية عند أرجل صاحب القصر تضحك في يدها سكين، السبب هذا كان كافي يخليهم يهربون من القصر. في وقت لاحق نقل الدمية لمتحف إيست مارتيلو في جزيرة كي ويست بأمريكا، وتم وضع الدمية في صندوق زجاجي. وبالرغم هذا الشيء لازال بعض زوار المتحف والموظفين يزعمون أنهم يشوفون الدمية تتحرك أو يشوفونها تضحك بشكل مرعب. أحد الموظفين كان مسؤول تنظيف الدمية وطفى الأنوار وطلع. في اليوم الثاني رجع وحصل الإضاءة تشتغل،
والدمية جالسة بوضعية مختلفة، لكن في أثار غبار على حذاء الدمية. كثير أحداث منتشرة ومشهورة، معظمها يزعم أن الدمية تشتم. إذا حبيت تأخذ صورة لازم تستأذن، وراح تشوف الدمية تهز راسها بالموافقة، ولو أخذت صورة بدون موافقتها راح تجيك لعنة أنت واللي تعز عليك. ولهذه اللحظة رغم الأحداث والرعب اللي سببتها لا زالت موجودة بالمتحف بنفس الصندوق. قصة ثانية بعنوان Gateway of the Mind. في عام 1983 مجموعة من العلماء قرروا أنهم يجرون تجربة في منشأة مجهولة. نظريا العلماء مقتنعين أن الإنسان إذا فقد كل حواسه راح يكون في نوع من أنواع التواصل مع الرب. يعتقدون أن الحواس الخمس تعمينا عن وجود الأبدية، وبدونها راح نقدر نحصل على طريقة نتواصل فيها مع الرب. حصلوا رجل كبير بالسن ما عنده أي شيء في الحياة، وقرر أنه يتبرع بنفسه لهذه التجربة. وعشان ينزعون من الحواس الخمس قاموا بعمليات كثيرة معقدة في المخ لنزع الحواس الخمس منه. بعد نجاح العملية صار لا يسمع ولا يتذوق ولا يشم ولا يشوف ولا يحس بأي شيء، مع إبقاء الجهاز العضلي فعال بشكل كامل، بمعنى يقدر يتحرك بشكل طبيعي جدا. صار معزول عن العالم الخارجي وحيد مع أفكاره. راقبه العلماء وكان يتكلم ويتذمر عن حالته وجمل غريبة. بعد 4 أيام قال أنه بدأ يسمع أصوات هادية غير مفهومة في راسه. وبعد تلك الحالة بيومين بدأ بالبكاء، ويقول أنه يسمع صوت زوجته الميتة تتكلم معه وأنه قادر على تبادل الحديث معها. بدأ العلماء أنهم ينتبهون، لكنهم ما اقتنعوا إلا لما بدأ الرجال يذكر أسماء أقارب العلماء المتوفين. كان يردد معلومات شخصية عنهم وعن آبائهم المتوفين. في هذه المرحلة كثير من العلماء طلعوا من التجربة من الخوف، وبعد أسبوع من هذه الحالة والتحدث مع الأموات أصبح في حالة كئيبة ويائسة. في كل لحظة كان يسمع مئات من الأصوات، كان يضرب رأسه في الجدار على أمل أن توقف هذه الأصوات، لكن بدون أي فائدة. كان يترجى من العلماء أن يعطونا مهدئات حتى يهرب من هذه الأصوات، وانفعت هذه الطريقة لمدة 3 أيام حتى بدأت تجيه الأصوات في الأحلام. في اليوم التالي بشكل مفاجئ بدأ يصرخ ويخدش عيونه على أمل أنه يحس بشيء من العالم الواقعي. يقول أن الأصوات أصبحت أكثر عدائية وتتكلم عن الجحيم ونهاية العالم، وكان يصرخ لمدة 5 ساعات متواصلة بشكل مباشر بجملة No heavens, no forgiveness، يعني لا جنة لا مسامحة. وكان يترجى العلماء أن يقتلونه، لكنهم كانوا مقتنعين أنه كان قريب للحصول على التواصل مع الرب. في اليوم التالي الرجال أصبح غير قادر على قول جملة مفهومة وبدأ يأكل لحم يده. راح العلماء بسرعة لغرفة التجربة وربط الرجل حتى ما يقتل نفسه. وبعد ساعات من الحالة الرجل ظل لفترة طويلة يناظر السقف بكل هدوء، بدأت عيونه تدمع بدون توقف لمدة 2 أسبوع. كانوا يحاولون يخلون جسمه رطب بسبب البكاء المستمر. في النهاية حرك راسه، وبالرغم أنه أعمى بدأ يناظر وبتركيز مع أحد العلماء وقال I have spoken with God and he has abandoned us، يعني أنا تكلمت مع الرب وهو تركنا أو تخلى عنا. بعدها توقفت أعضاءه وتوفى. إلى الآن ما حد يعرف سبب الوفاة، لكن الأكيد أنه أصاب بنوع من أنواع الهلوسة. وهذه كانت قصصنا المرعبة لهذه الحلقة. زي ما قلت لكم أعطونا رأيكم، يهمني جدا رأيكم، هل عجبتكم الفكرة وهل تبون نستمر معاكم فيها ولا لا. يعطيكم العافية، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.